بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم عن الستيريوكيمستري. ربما يعني انتوا اتشوقتوا إلها، لانه احنا من اول محاضرة لما تكلمنا عن المتشكلات او الايزومرز قسمناهم وقلنا هم نوعين اساسيين، استراكتشرال ايزومرز او كونستيتيوشنال ايزومرز سميناهم، وستيريو ايزومرز. الان هذا التصنيف اللي بنشوفه باللوحة، التصنيف العام ل خلينا نقول الايزومرز، اخذنا جزء منه اللي هو ايش معنى ايزومرز بشكل عام، المركبات اللي إلها نفس الصيغة الجزيئية ولكن بتختلف في الشكل. الآن قسمت إلى نوعين. النوع الأول الستركتشرال ايزومرز، المركبات اللي بتختلف في مواقع ارتباط الذرات، يعني فيها ديفرنت بوندينج، وقلنا هذا الديفرنت بوندينج بيؤدي إلى أنه يكون إلها ديفرنت نيمز، ولو على أقل تقدير في الرقم اللي بيحدد مثلا سبستيتيوانت. يعني على سبيل المثال لما نقول بروبين مكون من ثلاث ذرات، الآن على الموقع الأول كلور أو على الموقع الثاني كلور، هذا صار ديفرنت بوندينج. يعني أي حد يقول هذول شو بيفرقوا عن بعض، حيقول هذا بروبين ثلاث ذرات على الموقع الأول كلور، صار اسمه 1 كلورو بروبين. الثاني على الموقع 2 2 كلورو بروبين، هذول اسمين مختلفين. الآن الشيء الثاني في الايزومرز اللي حتى ايضا بدينا فيه اللي هو الستيريو ايزومرز، المركبات اللي بتكون لها نفس الارتباط ولكن الاختلاف في شكلها بالفراغ. ولذلك احنا قلنا الستيريو ايزومرز الاتومز دي هاف ذا سيم كونستيتيوشن بس ديفرنت ارينجمنت ان سبيس. بدينا فيهم الحقيقه لما احنا اخذنا مركبات السيس والترانس. يعني مثلا عندنا ايثين على موقع واحد كلور، هاي ايثين جزيئي بدبل بوند على موقع واحد كلور وعلى موقع اثنين كلور، وبناء على ذلك شو حيصير اسمه؟ 1 2 داي كلورو ايثين سيم بوندينج. الان يا ترى هدول ذرتين الكلور جايين على جهه واحده ولا جايين على جهتين متعاكستين؟ صرنا نضيف البريفكس او البادئه اللي هي سيس وترانس. فالسيس والترانس انا ما بتعني مواقع الذرات، مواقع الذرات حدد 1 2 على ذره واحد وعلى ذره اثنين سيم بوندينج سيم نيم، المركب اسمه 1 2 داي كلورو ايثين، لكن الفرق الارينجمنت ان سبيس، مع بعض ولا ضد بعض. وعرفنا انه احنا بنستعمل كلمه سيس او الاعم منها زد للتعبير عن معنى مع بعض، والترانس او اي ضد بعض. واضح هذا الكلام؟ الان لما اخذنا السيس والترانس قلنا هذول نوع او احد انواع الستيريو ايزومرز اللي سميناهم ايش؟ دايستيريومرز. الان شو يعني دايستيريومرز؟ الدايستيريومرز ببساطه قلنا عنهم نون ميرور ايمج ستيريو ايزومرز. يعني ستيريو ايزومرز لو حطيت واحد قبال الثاني وتخيلت انه في مرايه بينهم بيكونوا مش صوره بعض في المراه، نون ميرور ايمج ستيريو ايزومرز. الان موضوعنا في هذا الفصل على النوع الثاني، يعني كل الكلام اللي تكلمته مقدمه، لكن موضوعنا على النوع الثاني اللي اسمه انانشومرز. النوع الثاني اللي اسمه انانشومرز، الانانشومرز قبل ما تكون ظاهره موجودة في الكيمياء وفي الستيريو ايزومرز هي ظاهرة موجودة في الحياة. ربما منتبهين لها الناس او لا، الله اعلم، لكن لما نتذكرها ونفهمها بالحياة بعد هيك بنقدر نفهمها بالكيمياء. يعني اللي بده يفهم ايش معنى انانشومرز بدوش يظن انه هذه الكلمة هي كلمة كيميائية، لا، كلمة انانشومرز هي كلمة حياتية. يعني ممكن في الامتحان نقولكم ارسموا تو انانشومرز من الحياة، لا بدي يبين فيها روابط ولا بدي يبين فيها ذرات ولا جزيئات ولا ما يحزنون. الانانشومرز ظاهرة حياتية. ايش اصل هذه الظاهرة؟
أصل هذه الظاهرة تنطلق من الإيدين. لاحظوا الإيد اليمين والإيد الشمال. لو أنا حطيت هدول الإيدين بهذا الشكل قبال بعض، هلاحظ إنه هدول الإيدين صورة بعض في المرآة. واضح؟ يعني لو هنا في مراية بدل الإيد الشمال، إيش اللي حيبين فيها؟ نفس هذه. لو كنت حاطط الشمال، لو في مراية، إيش حيبين فيها؟ نفس هذه. الآن صورة المرآة اللي إحنا سميناها ميرور إيمج سابقاً، إيش بتمتاز؟ إنه كل نقطة فيها عكس الثاني، عكس الأصل. يعني أنا لما بحط الإيد اطلع على الكف اللي موجود عندي بأي اتجاه؟ بهذا الاتجاه. واضح؟ الآن هذه صورته في المرآة لوين؟ بالاتجاه المعاكس. ولذلك لما الإنسان نفسه كمان بيقف قدام المراية بيشوف صورته، معنى ذلك أنه كل ما في المرآة عكس الوضع اللي هو واقف الإنسان فيه. واضح؟ الآن أنهم الاتنين ميرور إيمج، هذا أمر طبيعي. لا، وأمر طبيعي أكثر أنه كل شيء في الدنيا، كل شيء في الدنيا له ميرور إيمج. يعني هذا مش موضوع خلافي إطلاقا. يعني لو جبنا قدام المراية حجر أو كرة أو أرنب أو بني آدم أو ملك أو فقير، وقفناه قدام المراية إله ميرور إيمج. يعني بنقدر نصيغ الكلام for every object there is a mirror image. كل جسم في الدنيا إله ميرور إيمج. تمام؟ إذا بصير وين الجديد؟ إذا كل إشي في الدنيا إله ميرور إيمج، الآن بيجي الشيء الجديد اللي بينبني عليه فهمنا لهذا الشابتر. هل يا ترى الصورة في المرآة تنطبق على الأصل ولا لا؟ يعني لو أنا إجيت قلت الإيدين هدول they are mirror images، هل يا ترى هذه الإيد بتنطبق على هذه الإيد ولا لا؟ معنى تنطبق على سوبر امبوزابل. سوبر امبوزابل. واضح؟ هل يا ترى الإيد اليمين والإيد الشمال بينطبقوا على بعضهم البعض ولا لا؟ إيش أنتوا رأيكم من خبرتكم الحياتية؟ كويس. الآن لاحظوا الشعب الفلسطيني لأنه عاش طفولة صعبة لم يقدر له أن يستمتع بطفولته، ولذلك لم يستطع أن يجيب على سؤال بسيط مثل هذا السؤال: لو استمتعتن بطفولتكن لعرفتن إيش؟ إنه لما بنيجي نركب العروسة الصغيرة إلها التين، بقدرش أحط هذه محل هذه. مين العروسة الصغيرة معمولة بتنفك الإيدين والرجلتين ولا لا؟ لما بتيجوا تركبوها، هاي العروسة الصغيرة جسم اللي بيلعبوا فيها الأطفال، وإلها إيد وإيد ورجل ورجل. هل يا ترى عمركم جربتوا هي مفكوكة تركبوها تاني؟ هل بتيجي الإيد الشمال محل اليمين؟ لا، بالتأكيد لا، بنعكس الأصبع. الآن تخيلوا أنه هذه الإيد اللي عندي اليمين، لو أنا بدي أحط الشمال مكانها تماما والكف لجوا بده يكون، هاي بدي أجيب الشمال. لاحظوا هذا الأصبع وين رايح؟ هذا الأصبع وين رايح؟ ولذلك لا يمكن. لو إجيتوا تركبوا الرجلين محل بعض، حتلاحظوا أنه رجل للأمام ورجل للخلف. فالإتين، وكلكم عندكم لسه ما زال من بقايا الطفولة شيء على أرض الواقع أو في الذاكرة، فجربوا فجربوا. الآن هذه الآن بتصبح أساس لظاهرة، بتصبح أساس لظاهرة إنه في أحيانا الصورة في المرآة والأصل يكونوا غير متطابقين. طبعا ممكن الصورة والأصل تكون متطابقة، يعني لو إنسان مثلا جاب هذا القلم حطه هنا، الصورة تبعته قلم تاني، هذه صورة هذا أصل ينطبق على بعض. لو الإنسان جاب كرة كويس حطها أمام المرآة، شو حيشوف؟
كرة، الكرتين ينطبقوا مكان بعض. بمعنى آخر، لو كان في قالب محطوطة في الكرة هذه وقالب محطوطة في الكرة الثانية، بقدر أحط هذه محل هذه وبقدر أحط هذه محل هذه. لكن تخيلوا معي، لو كان الإنسان بيشتري عروسة صغيرة اللي بيلعبوا فيها، والاتنين محطوطين في القالب الكلكل اللي مفحور، هذه للإيد اليمين مفحورة جوا، هذه للإيد الثانية، ورفع هذه الإيد، بيقدر يحط هذه مكانها؟ مش ممكن. لاحظوا هذه الفحر وين الأصبع جاي فيها؟ بهذا الاتجاه. طبعا ما تحطوهاش بالعكس، معنى التطابق انه كل نقطة تنطبق محل ايش؟ الثانية. واضح؟ هل بنقدر نحط هذه محل هذه؟ بنقدرش نحطهم محل بعض. الآن هذه الظاهرة، هذه الظاهرة لأنها أساس لأشياء كثيرة أعطوها اسم في الكيمياء، سموها ظاهرة إيش؟ الهانددنس. ظاهرة الهانددنس، ظاهرة الهانددنس اللي هي عدم تطابق الأصل مع الصورة. الآن لو بدنا نصيغها بلغة إنجليزية، بدنا نقول بيكون عندي نون سوبر امبوزابل ميرور ايمج ستيريو ايزومرز. لاحظوا معي، نون سوبر امبوزابل غير متطابق، نون سوبر امبوزابل ميرور ايمج ستيريو ايزومرز يعني صور في المرآة غير متطابقة. الأصل والصورة ايش ماله؟ غير متطابق. نون سوبر امبوزابل غير متطابق، ميرور ايمج صورة مع الأصل. واضح؟ الصورة لا تنطبق على الأصل. الآن كل ما كان مثل الإيدين بنطبق عليه الظاهرة. الآن كل شغلتين مثل الإيدين أعطوهم اسم، سموهم إنانشومرز، فالإيدين إنانشومرز. واضح؟ فعلاقة الإنانشومرز بلغة بسيطة هي أصل وصورة في المرآة ولكنهم غير متطابقين، نون سوبر امبوزابل ميرور ايمجز او ميرور ايمج ستيريو ايزومرز. الان اعطوني عاد امثله من الحياه غير الاتين. الرجلتين، صح؟ الرجلتين برضو مش متطابقين. وكمان ابواب السياره، لاحظوا لما بيخرب مثلا الباب الامامي في سياره، الواحد بيروح بيشتري باب، اول سؤال بينساله من اللي بيبيع، بدك الباب شمال ولا يمين؟ كمان مرايتين السيارة، المرايات اللي على الجانب بيركبوا، في واحدة شمال في واحدة يمين، ما بيجوش التنتين محل بعض. كمان الودان، واضح؟ كمان إذا شلحت هذه النظارة، تخيلوا لو أنتوا جزء منكم درس بصريات طبية، أنتوا علوم صحة الآن، صح؟ هذه النظارة مفكوكة، حيكون عنده إيد وإيد وعدسة وعدسة، وهذا الجسم الصغير له اسم عند طاعون النظارات. تمام؟ لو فكتوهم واجيتوا تركبوهم، يعني بس بنفك صغير اشتغلتوا على هذه النظارة، حيصير عندكم من هذه قطعتين من هذه قطعتين من هذه قطعتين، تعالوا ركبوهم. لو جربتوا تحطوا هذه محل هذه وتركبوهم صح، حتطلع هذه لفوق. واضح؟ وهذه حتطلع لفوق، مش حيزبطوا. لو جربتوا تحطوا العدسة محل العدسة مش حيزبط، لو جربتوا هذه محل هذه مش حيزبط. إذا كل هدول رغم أنه أنا لو حطيت مرآة بهذا الشكل، هذا الجزء وهذا الجزء إيش مالهم؟ صورة بعض في المرآة، صحيح صورة بعض في المرآة ولكنها غير متطابقة. إذا كل مكونات النظارة بيخضعوا لظاهرة إيش؟ الهانددنس. كل مكونات النظارة إنانشومرز. يعني لو أنا جبت لكم في الامتحان صورة إيد النظارة هذه والإيد الثانية وقلت لكم ما العلاقة بينهم، بتكون تقولوا لي they are إنانشومرز. واضح؟ they are إنانشومرز. الأحذية شو رأيكم فيهم؟ لاحظوا فكرة الأحذية فكرة يعني مهمة، عارفين ليش؟ لأنه الإنانشومرز ببساطة للوهلة الأولى صعب إنكم تميزوهم وممكن تغلطوا فيهم. أول ما بدينا أنتوا غلطتوا في الإيدين، مزبوط ولا لا؟ الآن في المستقبل سواء قبلتوا أو أبيتوا
حتلاحظوا انه عشان الطفل الصغير اول ما بيبدا يستعمل الحذاء يفهم هذه الظاهره بتضل له حوالي 4-5-6 سنين لما هو بيجي يلبس الحذاء وانتم قاعدين تقولوا له شمال ويمين. طب هم اذا كانوا نفس الاشي ليش مغلبين حالكم ومنشفين ريق هالطفل الصغير وبتقولوا له شمال ويمين؟ ما مين الغلطان، الطفل ولا انتو؟ احنا بدنا نفهم الطفل لما بيجي بيلبس الحذاء مش ليل نهار الاب والام لا هذه شمال هذه يمين اول ما بيبدا. اذا عندكم قناعه انه هذه وهذه ما بيجوش مع بعض، واضح؟ اذا الاحذيه انان شومرز، الاحذيه انان شومرز ايضا، والجوارب انان شومرز، والشاطر اللي بيعرف ايش يلبسهم صح، الظاهرة إيش مالها كبيرة. لاحظوا معي وين ببين أكثر إشي، وين ببين أكثر إشي الإنان شومرز، عارفين وين؟ لما يجوا الإنان شومرز يتعاملوا مع إنان شومرز تاني، وهذه فكرة كتير أساسية في الكيمياء. يعني أنتوا قلتوا القدمين إنان شومرز، يعني القدم اليمين والقدم الشمال صورة بعض في المرآة ولكنها غير متطابقة، صح ولا لا؟ والحذائين إنان شومرز. الآن أنا الحذائين ممكن يستعملوا استعمالات كتيرة ما يفرقوش نهائيا. يعني لو افترضنا إنسان مثلا بيشتري خردة على الميزان بلاستيك عشان يعملوا ريسايكلينج، بيفرق معه إنه هذا شمال ولا هذا يمين؟ لا، مظبوط ولا لا؟ لو افترضنا انه انسان بده يستعمل الحذاء ليضرب به اعداء الله، صارت في التاريخ، بفرق معه انه شمال ولا يمين ولا جنب الواجب؟ جنب الواجب. طيب السؤال عاد، لو افترضنا انه انسان بده يحط الرجلتين في الحذائين بفرق معه ولا لا؟ وين افرقت؟ لما جبت إنان شومرز مع إنان شومرز. هذا الكلام بعد شوية وين حيجي يفرق معكم؟ لما أبدأ أنا أقول إنه الجسم في أشياء مواد مستقبلات موجود منها اثنين، والدواء موجود منه اثنين. الآن إذا اللي في الجسم واحد حيجي على التنين اللي في الدواء اللي حيتفق مع واحد ويختلف مع الثاني، حيكون أكثر تطبيق لهذه المنطقة وين؟ في البيولوجيكال سيستم، في الجسم. لأنه حتبدوا تلاحظوا أنه الجزيئات الإنزيمات الكذا في منها اثنين إنان شومرز، والأدوية في منها إنان شومرز. الآن أي إنان شومر بدي أعطيه عشان يتفق مع اللي في الجسم؟ هنا بصير إيش؟ بصير الانتباه. وأول ما الناس بتبدأ تغلط مباشرة بتعمل إيش؟ مشكلة، وصارت مشاكل ضخمة جدا بل مآسي. خليني في الأول أفرجيكم خلال فترة صغيرة كيف هذه الظاهرة نفسها اللي إلنا ربع ساعة بنحكي عنها في الحياة يمكن أن توجد في الكيمياء، وبعدين بنفرجيكم المآسي اللي موجودة من الخطأ في هذه الظاهرة في المجال الطبي وغيره. الآن هذه الظاهرة في الكيمياء بتوجد إذا كان في عندي جزيء في ذرة كربون تحمل 4 مجموعات مختلفة، واضح؟ يعني شرطها أن توجد كربون، هاي الكربون عندي تحمل كم مجموعة مختلفة؟ 4. تحمل 4 مجموعات مختلفة. إذا وجدت بعمل جزيء وصورته. خليني أتخيل هاي كربون وبدي أعمل تحمل 4 مجموعات مختلفة. الآن شايفينها بالألوان ولا لا؟ عشان نسهل على حالنا ونقدر نفهم الموضوع ببساطة، خليني أتخيل إنه هذه الكربون بتحمل يود. إيش لون اليود في الدنيا؟ أزرق. وكلور أخضر، أخضر مصفر، مظبوط ولا لا؟ وبروم أحمر برتقالي، أحمر برتقالي. إذا هذا الأزرق يود، والأخضر كلور، والأحمر إبروم. تخيلناها كأنها جزيء الآن، وهذا
هيدروجين. طب الآن لو قلت لوحدة لو سمحتي سمي لنا المركب هذا اللي أنا ماسكه بإيدي شو حتسميه؟ ذرة كربون واحدة بسرعة ميثين. شو بتحمل؟ واحد برومو. ما فيش غير الواحد، ما تقولوهش. برومو كلورو أيودو ميثين، وبنذكرهم ألفابيتيكال. مش هذه ألف باء التسمية؟ يعني هذا الجزء لما أجيب لكم إياه شو اسمه؟ برومو كلورو أيودو ميثين. في مشكلة لحد الآن؟ الآن لو عملت صورته في المرآة، يعني مسكته زي هيك وجبت كمان برومو هيدروجين وعملت، انتبهوا معي هدول التنين تماما صورة بعض في المرآة ولا لا؟ واضح؟ صورة بعض في المرآة 100%. طب لو قلنا لا هدى سمي لنا هذا، هذا سميناه، انت سمي هذا. برومو كلورو ايودو ميثين، برومو كلورو ايودو ميثين. لاحظوا معي اجت الجملة العامة في تعريف الستيريو ايزومرز، they have the same bonding. يعني لو واحدة هنا بتوصف هذا الجزء، واحدة هنا بتوصف هذا الجزء، حتقول كربون متصل في برومو كلورو يودو هيدروجين، واللي هان كربون متصل في برومو كلورو يودو هيدروجين، اذا same bonding ولا لا؟ الان يا ترى لو سألنا نفسنا هالسؤال، هدول بينطبقوا على بعض ولا لا؟ لا. معنى ينطبقوا على بعض انه الخمس ذرات بدهم يجوا فوق بعض، الخمسه حاله ريزونانس دورة ولا في جنس الريزونانس هذا. وين الريزونانس اللي فيه؟ الريزونانس حركه الكترونات، ما في اي ريزونانس اطلاقا. الان معنى الانطباق انهم الخمس ذرات يجوا على بعض. خليني اجرب، بدي احط الكربون على الكربون زي هيك، خلينا نجرب. الان لاحظوا هاي الكربون اجت على الكربون، الكلور الهيدروجين على الهيدروجين، اليود والبروم شو مالهم؟ بالعكس. اذا انا مشكلتي باليود والبروم بصلحها، خلينا نظبط اليود والبروم. هاي هدول انطبقوا على بعض، هدول انطبقوا على بعض، هدول انطبقوا على بعض، صح؟ الآن هدول التنتين كلورو هيدروجين، كلورو هيدروجين بينطبقوا؟ لا لا ينطبقوا. تمام؟ لو أعطيناكم إياهم هوم ويرك في البيت هدول الجزيئين، ضلينا نقولكم معكم 10 سنين خليهم ينطبقوا مع على بعض، لا ينطبقوا. واضح؟ إذا بدأ أكسر رابطتين وأبدلهم حيصيروا نفس الجزء، حيبطلوا صورة بعض في المرآة، حيصيروا نفس الجزء. واضح؟ لكن طالما هم صورة بعض في المرآة فغير متطابقين. إذا هدول أول مثال في الكيمياء على الإنانشومرز، والإنانشومرز بتوجد لما يكون عندي ذرة كربون تحمل 4 مجموعات مختلفة. واضح؟ إذا متى تصبح هذه الظاهرة موجودة في الكيمياء؟ إذا وجد عندي ذرة كربون تحمل 4 مجموعات مختلفة. الآن هذه الكربون بنسميها إحنا كايرال كربون. إيش بنسميها؟ كايرال كربون أو استيريوجينيك سنتر. استيريوجينيك سنتر أو أحيانا كايرال سنتر، يعني هو مركز المشكلة أو مركز الستيريو كيمستري. بأي من هذه الأسماء شفتوها، سواء شفتوها كايرال كاربون أو كايرال سنتر أو ستيريوجينيك سنتر، الفكرة فيها أن الكربون تحمل 4 مجموعات مختلفة. لاحظوا أنا بحبش أن أتعبكم في صياغات لغوية، the carbon carries 4 different groups. المفروض بس تفهموا كلمة إيش؟ 4. وبعدين زي ما بيقول الشاعر وبكل لغات الأرض عبروا عنها. المهم إيش؟ ذرة الكربون تحمل 4 مجموعات مختلفة، فبصير الشكل وصورته في المرآة غير متطابقين. في هذه الحالة صاروا إيش؟ إنانشومرز. بدنا نميزهم عن بعض. الآن كل شيء
غير متطابق بلزم إن إيش؟ نميزه عن بعض. بالمناسبة لو أنا سألت هذه إيش؟ حتقولوا لي يد، صح؟ وهذه يد. الآن اليد واليد غير متطابقات، إيش ضفت لهم؟ كلمة يمنى ويسرى. هذه عشان توضحهم بالفراغ كيف بيجوا. الآن هذول المركبين، هذول المركبين غير متطابقين، إذا أنا بحاجة لأن أميزهم عن بعضهم البعض. يعني لو مجرد أن أنا خربطتهم مع بعض، كنت حامل هذا المركب وخربطتهم مع بعض، قلت لكم أي مركب كنت حامله باليمين وأي واحد بالشمال، هتعرفوا؟ إذا لابد من طريقة لتمييزهم. الآن كيف بميزوهم كيميائيا؟ بيقولوا تذكروا القواعد اللي أخذناها للأولويات في المجموعات، اللي أخذناها بالسيس ترانس، اللي كان إنجل ديبريلوج رولز، اللي بتعتمد على الأتوميك نمبر. لما كنا نقول عند الدبل بوند مين أعلى، هذه ولا هذه؟ واضحة الفكرة؟ الآن صنفوا المجموعات اللي موجودة حسب هذه القواعد من الأعلى للأقل في الأتوميك نمبرز. الآن اتذكروا اللي عندي، هيدروجين وكلور وبروميود، مين أعلى واحدة؟ بعدها البروم، بعدها الكلور، بعدها الهيدروجين. كلكم أكيد متذكرين أنه كان عندي فلور كلور بروم يود والهيدروجين هان في الجدول الدوري. إذن اليود أعلى من البروم، أعلى من الكلور، أعلى من الهيدروجين. هذا في خلاف ولا لا؟ لا. الآن بمسك الجزء بهذا الشكل، بخلي المجموعة الأقل للخلف. الآن أنا هيني خليت المجموعة الأقل للخلف منكم ومني كمان. إيش المجموعة الأقل؟ الهيدروجين، خلوها للخلف وتحركوا من الأعلى للأقل للأقل. واحدة تتحرك، كيف تكون الحركة؟ مع عقارب الساعة، كلوك وايز. طب لو عملت الكلام في الجزء الثاني، هيني خليت أقل مجموعة الهيدروجين للخلف وتحركوا يود عكس عقارب الساعة، صار في فرق بين التنين. كيف؟ مش هكيد لما كل واحد لحال نوعه بنسمي نفس التسمية ونفس الجزء هو لو كان كل واحد لحال. كويس. الآن صار المطلوب يا هدى إنه هذا الجزء برومو كلورو ايودو ميثين اللي مع عقارب الساعة، انتبه معي، وهذا الجزء برومو كلورو ايودو ميثين اللي ضد عقارب الساعة. الآن شوف الكيميائيين قديش لطيفين ومحترمين وسهلين، بدل ما يجي يقول لك كبشة كلام هالقد، اقبال الاسم اللي مع عقارب الساعة كم كلمة؟ أربعة. استبدلهم بحرف، قال اكتب له R. وهذا اللي ضد عقارب الساعة استبدلهم بحرف، قال اكتب له S. R كابيتال R وكابيتال إيش؟ S. صار عندي R و S. R معناها clockwise والS كاونتر كلوك وايز، يعني مع وضد عقارب الساعة. هدول جايين من اللاتيني ريكتس وسينستر، يعني أصل الآر من ريكتس اللاتينية يعني يمين، هيك مع عقارب، وهذه سينستر، يعني أصل الكلمة من إيش؟ من اللاتيني. الآن صار الاسم الكامل لهذا لو جبته في الامتحان، الاسم الكامل الصحيح اي واحد فيهم؟ هيك اخلطهم، انتم مش شايفين اشي، وبعد ما خلطت وتعبت قلت لوحدة سمي لي هذا المركب. طبعا هي عشان تاخد الاربع علامات من خمسة في الاول بدها تجيب الاسم الكيمياء العادي، برومو كلورو ايودو ميثين. الان اخذت اربعة او ثلاثة من خمسة،
بعدين أربع مجموعات مختلفة، إذن يجب مباشرة إنها تحول على الآر والأس. اطلع عليه، مسكناه اليود بروم كلور عكس، إذن هذا صار اسمه الكامل أس بروم، وهذا صار اسمه الكامل آر. فالأس والآر هي بادئة لتوضيح إيش؟ الشكل الفراغي، تماما زي ما كان عندي في الدايستيريو مارز إيش؟ السيس والترانس والزد والإي. متذكرين لما احنا كنا نقول 1 2 دايكلورو ايثين والثاني نفس الاسم، بدي اميزهم في الدايستيريو مارز، شو كنت بستعمل؟ سيس وترانس او زد او اي. هذه البادئات ايش بتوضح لي؟ شكل فراغي. الان في الانان شو مارز؟ ار او اس. واضح؟ في الانان شو مارز؟ ار او اس. شويه في البيوكيمستري حيستعملوا مصطلحات تانية مبنية على نفس الفكرة، حتصيروا تشوفوا دي او ال. لما بتصلوا للبيوكيمستري للبروتينات والاشياء اللي زي هيك حتلاحظوا، والشوجرز بيستعملوا دي او ال بديل عن ار او اس تاريخيا، لكن نفس الفكرة في حينه بتدرسوها. فالدي والال او الار والاس طبعا الاساس الاعم والاشمل والاصل في الكيمياء اللي هو ايش؟ الار والاس. يعني دي والال استعمالات شوي في البيوكيمستري، الار والاس يستعملوا لتمييز الانان شومرز عن بعضها البعض. والعمليه بسيطه، المجموعه الاقل اين توجد؟ للخلف. المجموعه الاقل للخلف، وباقي المجموعات بنتحرك فيها من الأعلى للأقل حسب قواعد الأولويات اللي أخذناها، اللي هي اسمها كان إنجولد إبريلوج رولز. وبالتالي يحدد المركب هل هو R أو هو إيش؟ S. S. وإلى لقاء آخر.